السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر مهم جدا لملايين الموظفين، زيادة جديدة في مرتبات شهر يوليو 2024. في الفيديو النهاردة هنعرف تفاصيل الخبر. قبل ما نبدأ كده نصلي على النبي، ما تنسوش اللايك الشير الاشتراك في القناة عشان يوصلوا كل فيديوهاتنا الجديدة. بالنسبة لزيادة المرتبات في يوليو 2024، مصادر حكومية عن أخبار سارة بينتظرها الكثير من موظفي الحكومة والجهات الإدارية والهيئات الاقتصادية خلال شهر يوليو 2024. أكدت على زيادة في مرتبات موظفي أكثر من 22 جهة، وقالت المصادر في تصريحات صحفية ليها إن الزيادة في مرتبات هؤلاء الموظفين ستكون عقب الإعلان عن ترقيتهم خلال شهر يوليو المقبل، وهو ما يترتب عليه نقلهم لمستويات ودرجات وظيفية أعلى، بداية من الدرجة السادسة الوظيفية إلى الدرجة الممتازة. أوضحت المصادر أن وفقا للزيادة الأخيرة اللي وجه ليها الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة إلى 6000 جنيه، وتم تنفيذها والتعجيل بيها بداية من مرتبات شهر مارس الماضي، فإن الزيادة في المرتبات للموظفين حسب درجاتهم الوظيفية وقبل إضافة الحافز والتميز العلمي هتكون كالآتي: أول حاجة 1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام لوكيل أول وزارة. وهتترتب على هذه الزيادات إن الحد الأدنى للمرتبات حسب الدرجات الوظيفية هيكون كالآتي: أول حاجة مرتبات الدرجة السادسة 6000 جنيه بدلا من 4000 جنيه، والدرجة الخامسة 4500 جنيه، هيكون من 4500 جنيه ل6500 جنيه. الدرجة الرابعة هيكون 7000 جنيه بدلا من 5000 جنيه. الدرجة الثالثة هيكون 7500 جنيه بدلا من 5500 جنيه. الدرجة الثانية هيكون 8000 جنيه بدلا من 6000 جنيه. الدرجة الأولى هيكون 9000 جنيه بدلا من 7000 جنيه. ومرتبات المدير العام 10000 جنيه بدلا من 8000 جنيه. والدرجة العالية 12000 جنيه بدلا من 9000 جنيه. والدرجة الممتازة 14000 جنيه بدلا من 11000 جنيه. بالنسبة لترقيات شهر يوليو 2024، كان الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ أعلن عن الانتهاء من دراسة ترقية بعض الموظفين ب22 جهة من جهات الجهاز الإداري للدولة خلال فبراير الماضي، وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. وأيضا أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن عن الانتهاء من دراسة نقل عدد من الموظفين من وإلى 59 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وفقا للضوابط القانونية الواردة بقانون الخدمة المدنية. وانتهى الجهاز أيضا من دراسة منح حافز التميز العلمي لعدد من الموظفين في 11 جهة حكومية والحاصلين على دبلوم عالي أو ماجستير في مجال التخصص. دي كانت أحدث الأخبار الخاصة بمرتبات يوليو 2024. لو في أي جديد هتعرفوه في القناة، فما تنسوش المتابعة واللايك والشير، ومع السلامة.